السلام عليكم شباب، شو صحتكم اليوم؟ رجعت لكم مرة ثانية بموضوع الطيارة وتصميم الجديد للإمبلينك، شعار خطوط الجوية العراقية، طبعا بإمبلينك علم العراق طبعا من تصميم هذا. وحلقة السابقة اللي أنا نشرتها فترة ومساحتها رجعت مرة تعديل عند نصر الجمهورية، طبعا أنا صممت جمهورية شعار الجمهورية العراق ورجعت عدلت عليه. تمام ان شاء الله عن قريب يرجع ينزل مرة ثانية بعد ما خلص التعديل، وان شاء الله بفاجئكم بشيء جديد. مثل ما تشوفون الطيارة اللي مقابلة انا مطار نيويورك، لكن الطيران الموجود بالنسخة العربية عربيان ايرباص 320. طبعا تجربة القيادة بالطائرات كلش حلوة، انا بنصح اللي يشتري هذه الطيارة مثل ما موجودة. قوة الحصانية 1745 حصان، السرعة 264، طبعا تزيد انا ما مقبط الليفل. تمام، ناخذ تجربة بالفيرست بيرسون، طبعا اشبه بمحاكي الطائرات، تقدر تقول اشبه بمحاكي الطائرات. تمام شباب، مثل ما شفتوا طبعا انا بحب قيادة الفيرست بيرسون اكثر من القيادة منظور الشخص الثالث، وكمان يعني مو بس بالسيارات، بالسباق ولا بالطيارات، بالاسلحة اكيد. طبعا رسالتي اتمنى انه تكون تعجبكم التصميم لايفرس، واتمنى من المتابعين الجدد يتابعوا القناة الجديدة ويدعموني. وبالنسبة للاعبين الجديدين في لعبة ذاكروتو اللي يحب ينضم للتجمع، رابط الدسكور موجود عند الديسكريبشن، يدخل معنا يلعب مع الشباب، ودائما تصير تجمعات سباقات طيران رحلات اي مغامرات نلعب يعني نسويها.